هنروح الآن نستمر في متابعة ردود الفعل بعد النهائي في الجزء الثاني، والجزء الثالث إن شاء الله نبدأ في تفاصيل وأخبار مختلفة. في الجماهير بالتأكيد كان لها حديث أيضا بعد نهاية المباراة، ماذا قال جماهير الهلال والاتفاق بعد نهائي كأس ولي العهد؟ ما قصر، والف مبروك للجماهير الهلاليه كثر. سؤال صريح بعيد عن التحيز، الاتفاق احرج الهلال الشوط الثاني؟ صحيح. اذا بكذب عليك اذا قلت لك لا. صوتك وين؟ راح. وين راح؟ النادي؟ راح مع الهلال. زعيم، زعيم لازم تروح، صوتك تروح اشياء كثيره معه. ناويين ومتعودين هم الهلاليين. الشوط الاول الاتفاق كان مرتبك، والحكم الشوط الاول فيه كروت صفر ما اعطاها للهلال، مبروك للهلال وحظ اوفر للاتفاق. طلعنا بوجه مشرف يليق بهذه البطوله. السنه مو بيوم ابد الصراحه، يعني مو بهذا المستوى. الشرقيه يلعب احسن لعب سمول. الاتفاق في الشنه. توقعين الاتفاق يفوز على الهلال 2-1. اهم شيء انكم خدتوا الكاس من قدام بطل اول فريق يجيب بطولة العرب اتفاق، انت ما جبتها انت لا هلالي ولا غيرك. انا اقول شكرا لجماهير اتفاق اللي جات من الشرقية لين هنا. شكرا كلهم شكرا. هذا جزء من حديث طبعا جماهير الهلال في برنامج كلام جمهور، كان في يعني مدة طويلة وحديث كثيرة للجماهير الهلالية تابعناها من أمس حتى اليوم. عموما هذا ما يخص جماهير الهلال. أحمد، جماهير الاتفاق هل يعني نستطيع أن نقول أنها يجب أن تفخر بفريقها أنه قدم كل شيء؟ طبعا جماهير الاتفاق حتى لو كان صوت المشجع هذا طبيعي ردة فعل من خسارة جام الشرقية، ولكن جماهير الاتفاق هي امتداد لنموذجية الإدارة وعقلانية وأعضاء شرف الاتفاق. الاتفاقيين حقيقة على درجة من الوعي، وأعتقد أن أي اتفاقي محترم كما كان حال السيد عبد العزيز الدوسري أمس، أنا تابعته في الحوار التلفزيوني، كان متزن، تقبل خسارة، ما أسقط على تحكيمه وإلى آخره، ولكن يجب أن يفخر اتفاقيين فريقهم. حيأتي يوم الأيام ويتوج اتفاق بالذهب، لأنه فعلا الفريق الموجود حاليا في مجموعة شباب أجانب مدرب على درجة يعني عالية جدا. إن شاء الله اتفاقين يوم الأيام هنفرح فيهم، إن شاء الله حيشرفونا في المحافل الدولية. بقي نقطة بس قبل ما ننتقل لأخ حمد، أنا حقيقة أمير عبد الرحمن مساعد أختلف معك كثير في سواء في طروحاتي الصحفية أو في التلفزيون، ولكن اكتشفت فيه يعني شيء يعني سر من أسرار نجاحه في قيادة نادي الهلال. بعض الرؤساء الأندية أو المسؤولين لم تكن معي فانت ضدي. عبد الرحمن سعد نختلف معه، ولكن لما شفته بعد مباراه امس كان مبتسم، كان يتحدث، دليل انه رجل يتقبل النقد، وهذا السر اي اداري يعني ينشد النجاح. عبد الرحمن سعد سر من اسرار نجاحه انه يتقبل النقد بصدر رحب ويوظفه لمصلحه ناديه. انا حقيقه اوجه له تحيه من خلال هذا البرنامج. ويجب ان يكون كل اللجان كذلك. هذا اللي اتمنى. نعم. تروح تجعل هاللجان. تفضل. تفضل سحب. قال المذيع تفضل حمد. ايوه تروح اللجان، ايش دخل اللجان؟ انا اقول لك الحين يجب ان تكون لجان كذلك تتقبل النقد. طبيعي. طيب هذا اللي احنا نتكلم عنه. طبيعي، القياده الرياضيه لابد ان نتقبل النقد، ما راح نتطور. دول العالم صحيح يعني افضل دول العالم لم تتطور الا بالنقد. يعني مش بس بالضروره النقد الموضوعي البعيد عن الانتهاز، البعيد عن الاسقاطات، البعيد عن الشخصنه، النقد الموضوعي اللي ما يتقبلها يجب ان يغادر الساحه الرياضيه. حتى لو كان شخص مسؤول وفي احد قاعد ينتهز ويحاول يجب ان تقبله. يتقبله بس برضه يعني انا كاعلامي، كاعلامي اتكلم، انا كاعلامي ناقد، اتمنى انه نوجه النقد المسؤول ونقد لاذع، ولكن بعيدا عن الاشياء الشخصيه او تصيد الاخطاء. خلينا في الاتفاق والهلال ونشوف السلام. قاعد يدير الحلقه. تفضل حمد، ايش اقول له؟ تفضل حمد. اول حاجه خلينا نتكلم على الجانب الاتفاقي صراحه. صح. اكد مره ثانيه انه بكل تاكيد يعني شيء يشرف صراحه للمنطقه الشرقيه ونادي الاتفاق اللي قدموه المستوى مو بس في المباراه هذه، طوال الموسم، وبدليل انه ما زال حتى ينافس في كاس ولي العهد وينافس كمان في الدوري بالاضافه لمشاركه الاسيويه. انا اعتقد في تطور كبير حصل
من خلال إدارة الراقي جدا الأستاذ عبد العزيز الدوسري ومجلس إدارته الكابتن خليل الزياني الأستاذ عدنان المعابد الجميع يعني. ولا ننسى إنه الاتفاق مدرسة طلعت لاعبين ونجوم وإداريين على مستوى عالي. طيب. يعني لو تذكر بس الأستاذ عبد الله الدبل الله يرحمه أنا أعتقد هذا كفاية شكل حجر زاوية في من الأساس صحيح. اللي تعامل عليه الاتحاد السعودي أو التطور اللي حصل في أيام الاحتراف. نرجع لموضوع اللجان بمناسبة أن احنا قاعدين نذكر أعداد أو أرقام بطولات. لا لا من جد هذه الآن احنا هذه لجنة الإعلام والإحصاء أستاذ أحمد صح ولا لا؟ طبعا. أنا أتمنى أن يكون في إحصائية حقيقية للأرقام يعني لا تكون العملية من الجماهير النادي وكل نادي يجتهد. نتمنى أنه احنا نشوف إحصائية حقيقية معتمدة لكل الأندية عشان نقدر نعتمد عليها ونكبر الأرقام ونصغرها. تقبل من النقد هذا؟ لا لا بالعكس بالعكس يا ويلي لو ما يتقبل. لا لا تو تقبل. لا انا ابو اصيل حولك بجده وحقيقه الان بصدد ان شاء الله اعلان عن شركه يعني على مستوى في الاحصاء انه يجب ان تجاوز مرحله الاحصاء اللي فيه اجتهاد يكثر فيه اللغط والى اخره. الان في شركه على مستوى لها تجارب في دوريات عالميه. اترك احمد صادق دياب وزميلي والمسؤول عن لجنه الاعلام والاحصاء حيعلنها في الوقت المناسب ان شاء الله. حيكون الاحصاء مهميه اهميه يعني من اكبر المهام بالتاكيد. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.